اكيد مكافيين ببقية فقرات صباحنا غير يا نور. وأكيد سالي في موضوع كتير مهم ومتداول بشكل كتير كبير، هو السمنة والفرط، السمنة وأسباب السمنة. لكن اليوم موضوعنا مختلف، هو النحافة الشديدة وأسباب النحافة وراء هي النحافة. درجان كتير بحالهم من الأسباب خلونا نحكي عنها مع الدكتور جورج معلم، خبير لياقة بدنية والتغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك وينعاد عليك بالخير والصحة. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير واضحى مبارك ان شاء الله علينا يا وعليكم رب. وعلى الجميع. ما تفضلت مقدمه كثير حلوه، نحن دائما السمنه او زياده وزن، طبعا هذا هي حاله مرضيه نعم. اكيد، بس بالتالي كمان مثل ما في اشخاص كثير بتعاني من هذه السمنه، في اشخاص بالعكس بتعاني من النحافه، وكل ما كانت النحافه هذه الشديده كل ما هي تعتبر يعني عامل خطوره، يعني ما هي ويمكن دكتور عم نشوفها كثير كثير بالاونه الاخيره عند المراهقين او أكيد. الصبايا، أكيد. يعني اول طلعتهم بتلاقيها مياله للنحافه بشكل كثير كبير، هلا يعني عم نشوفها بالفتره الاخيره في انتشار واسع لهيدا الموضوع. بكل تاكيد مراهقات بالذات، لانه عم يتاثر كثير، طبعا هذا الشيء خاطئ، عم يتاثروا بالاشخاص اللي عم يشوفون، بيشتغلوا مجال عروض الازياء، الموديل وما موديل، فبتاثروا فيهم، ما بيعرفوا ان هن هيدي هي بسموها الانوركسيا، هي هوس النحافه، هي حاله كمان مرضيه، بس هذا موضوع ثاني مختلف تماما عن اللي نحن بدنا نحكي فيه اليوم. نحن بدنا نحكي مثل ما خبرتكم انه اكيد هي النحافه لاسباب. نعم. هلا ممكن اذا نحافه بسيطه طبيعيه معناتها سبب بسيط هو قله تناول الطعام، هون مشكله محلوله كثير وما في عليها اي نعم. مشكله، بس لما بتكون شديده او خطيره يعني توصل للنحافه لدرجه في شيء بالغدد النحول، فاكيد معناتها في عندنا عده امراض. نحن اليوم انا حاولت اختصر مشان الوقت، راح احكي على تقريبا عن 5 امراض مسببه لهيدي الحاله. نعم. طبعا كلها لها علاج اكيد نحن، بس مش شرط انه نعرفها. صحيح. هلا اول سبب من هيدي الاسباب هي موضوع مثل ما تفضلتي مدام سالي، انه فرط الغده الدرقيه او فرط نشاط الغده الدرقيه. احنا مثل ما بنعرف الغده الدرقيه هي مسؤوله عن عمليات الايض والاستقلاب بالجسم. نعم. يعني استقلاب الطعام، فهي مسؤولة، هي بتفرز هرمون الثايرويد هو المسؤول عن هذه العملية الاستقلاب. فنحن ما يكون في بسبب خلل هرموني أو حالة مرضية معينة بيؤدي مهما تناولنا من الطعام عم بيكون في فرط لهيدي النشاط الغدة الدرقية، عم تفرق عم تعطي هيدا الهرمون بشكل أكبر بكتير. صحيح. فمد ما تناولنا الطعام عم بيكون في حرق للسعرات الحرارية بشكل أكبر. نعم. فبالتالي مع الوقت إجباري بده يؤدي لزيادة لنزول الوزن، وحتى نزول بشكل كتير كبير. نعم. له سبب بكل بساطة، العلاج هو إنه نحن نروح عن طبيب الغدد يقيم هذه الحالة، وفي أكيد علاجات المناسبة لهذه المسألة وبتنحل المشكلة. بس ما نهمل الموضوع لأنه موضوع الغدة الدرقية مسألة كتير كبيرة. صحيح. كتير مهمة، حتى مثل ما بتعرفوا إذا صار في كسل بهذه الغدة من أدي للسمنة، يعني في كتير أشخاص حرام بيبقى عندهم زيادة وزن بسبب كسل الغدة الدرقية. فسواء كان في كسل أو نشاط، الطبيب هو المسؤول، هو اللي بيقرر العلاج المناسب. هلا هيدي اول حاله، وحاله شائعه اكثر. في عندنا كمان من الامراض الشائعه جدا لموضوع النحافه ونزول الوزن هو سوء الامتصاص او فقر الدم، وبالذات فقر الدم المرتبط بنقص الحديد، معدن الحديد بالجسم. الاشخاص اللي معهم فقر دم اذا بتلاحظوا بيعانوا من خمول، تعب، ما بيعود عندهم حيوية ونشاط، أكيد غير هيك ما بيعود عندهم، يعني ما بيعودوا بيتناولوا الطعام، ما بيعود عندهم رغبة بتناول الطعام، فقدان شهية، فقدان شهية، هذا المصطلح عم دور عليه، فقدان شهية كثير كبير. فبالتالي لما ما يكون في فقدان شهية رح يؤدي إلى نزول الوزن بالنهاية، شيء أكيد هذا الموضوع مفروغ منه. وعلاجه كثير بسيط على فكرة، لما نحن تثبت معنا إنه نحن عندنا فقر دم، طبعا فقر الدم نوعين، نوع بيكون سبب نقص الحديد، فعلاجه اني انا بعض المتممات الخارجيه شكل كبسولات من الحديد، بالاضافه لبعض الاطعمه الغنيه بالحديد مثل الخضروات، الاوراق الخضراء، الداكنه الخضراء مثل البقول الى اخره. او في عندنا الحاله الثانيه اللي هو مسميه فقر الدم الخبيث، طبعا ما نخاف من كلمه خبيث، فقر الدم الخبيث بيكون هو بسبب عازه الجسم لفيتامين بي 12، وكمان هي حاله بنشوفها عن كثير اشخاص بيعانوا من مشاكل فقر الدم. طبعا علاجه بيكون بكل بساطه انه اتناول انا متممات بفيتامين بي 12، وممكن بهيك حالات
نتناوله بشكل على طول يعني كل العمر، بس بكل الاحوال بجميع الاحوال نحن ما يثبت معي انا فقر دم بتحاليل معينه طبعا صحيح. الطبيب هو اللي بيقرر انا بعاوز عايز شو وشو الكميه وشو العيار، يعني مو انا من تلقاء نفسي انه بسمع انا انه انا ممكن اروح على الصيدليه بقول له اعطيني حديد او اعطيني بي 12 لا بلا فوسفات طبيب ما ننتبه اكيد. كان في موضوع بس هيك بدنا ننوه عليه هو شائع نور هو نقص فيتامين د يلي ممكن ايضا يؤدي للسمنه. قديش مهم كمان انه نحن نفحص فيتامين د، فيتامين د صار المرض الشائع عند كثير من العالم اخر فتره. تمام فيتامين د نحن كنا كثير نهمله او ما حدا يسلط الضوء عليه، اذا ملاحظين بالاونه الاخيره كثير عم بتسلط الضوء عليه لانه بيسبب عده مشاكل على رأي غير زي مسألة زيادة وزن أو حتى غبوط وزن، بيؤدي لخمول وتعب على طول، يعني تبقى أنت ما عرفانة يعني ما بك شيء وما بتشكي من شيء، أكلك منيح نومك منيح وضعك منيح بس دائما عندك خمول كسل ضعف اصفرار بالبشرة إلى آخره من مشاكل تانية، بيكون بكل بساطة بسبب نقص فيتامين د. طبعا لما بيبين بتحاليل أنه أنا عندي نقص فيتامين د فيني أعالجه وتناول متممات فيتامين د وتعرض للشمس بأوقات مناسبة. يعني دائما في كتير مشاكل حلها كتير بسيط ومشاكل كتير سهلة بس أنه نحن نعرفها ونحاول. كنت عم تحكي على الأسباب المؤدية للنحافة، ذكرنا عدة أسباب، الأسباب الأخرى شو حكينا بالضبط؟ حكينا أول شيء غدة الدرقية، غدة الدرقية فقر الدم. بدي أحكي على أمراض السكري. أمراض السكري، مريض السكري اللي بيعاني من أمراض السكري ولما يكون في نسبة السكر مرتفعة بجسمه بشكل كتير كبير بنلاحظ بصير عنده نزول وزن وبصير عنده نحالة أكثر من النحافة يعني بشكل كتير كبير. شوز نحن بدنا نفهم ليش هيك، شو بيصير معه، شو السبب انه لما يرتفع السكر انا بجسمي. بكل بساطه هرمون الانسولين اللي هو مسؤول عن حرق السكر ما بيعود بيقدر يدخل ماده الجلوكوز لداخل انحاء الجسم للجسم كله بشكل عام، فبالتالي بتزيد من معدل الحرق السعرات الحراريه لانه احنا بنحتاج لطاقه. يعني معي كيف الفكره؟ نعم اكيد. انه نحن انا الجلوكوز اللي بيعطيني طاقه انا ما عم بيدخل على جسمي فبالتالي انا بدي اخذه فبتاخذ بصير سعر حرق سعرات الحراريه موجوده بجسمي. تمام. مع الوقت بلش عم ينزل وزني اذا ما عالجت الحاله طبعا اذا ما اخذت الادويه المناسبه فبيبلش ينزل انا وزني وممكن مع الوقت بيصير عندي نحول بالاضافه للامراض الثانيه الكثير كبيره اللي بسببها مرض السكري وكنا بنعرفه السكري هو داء اكثر من مرض يعني صحيح بس اما اذا بنعالجه بنقدر نتعايش معه يا مناس صلوا 20 و30 و40 سنه بيقدروا يعيشوا مع مريض مرض السكري بس شرط نحن نعالجه. ومجرد ما حسينا في كثير ناس تقول لك انا لا ما معي سكري او ما معي كوليسترول او ما معي ضغط لا نحن بدنا نحلل لنعرف يعني بس في بعض الاعراض انا بعرف تكون هي الدكتور حاله انه لا انا ما معي كلهم هيك او مثلا بتقول له اذا ما معي ضغط طيب يا حبيبي قيس ضغطك لتعرف اذا معك يعني مو ممكن نتلقى نفسنا بس في بعض الاعراض اللي بتظهر لي يعني لما انا بشعر بجوع على طول جوع دائم لما بشعر بعفوا تبول المتكرر لما بشعر بعطش بزوغان بالنظر بتعب اجهاد دائم غير مبرر فمرجح يكون انا معي سكري مو بالضروره مرجح فانا بهيك حالي لما بلجا للطبيب بقوم بجراء بعد تحاليل معينه تحاليل بسيطه بيبين اذا معي سكر او لا ما نهمل موضوع السكر اذا بينهمل لا قاتل يعني بالنهايه بس اما مثل ما خبرتم نقدر نعيش معه بدون اي مشكله اكيد كل العالم مع سكري وعم تقدر تتعايش معه صدقيني ايه اذا بتلاحظي فعلا بسبب هذا السبب الثالث فينا السبب الثالث تماما هلا بنحكي سبب رابع سبب كمان مهم هو امراض الكلى او بشكل عام الجهاز البولي. هلا في كثير ناس بتصاب بالسمنه بالعكس بتكون عندها مشكله بالكلى او بالكليه باي اي خلل بعمل الكلى ملاحظه انه هي زاد وزنها طبعا بسبب احتباس السوائل والاملاح بجسمها بس لما يصير في مشاكل كتير كبيره بالكلى هذا الشيء بيؤدي لنزول الوزن بكل تاكيد. نعم. وبشكل خاص لما يصير في عندنا التهابات بالجسم التهاب مثلا المجاري البوليه صحيح بتؤدي لنحافه نحول وبشكل دائما لما بينتشر الالتهاب بالجسم يعني كمان مشكله هون كتير كبيره كمان نرجع بناكد حلها بسيط بس شرط نحن نعرفها نلجا للطبيب كان عم نفوت نحن بشغلات داخليه دكتور ومهمه نور انه نحن نسلط الضوء عليها تماما يعني دائما نحن عفوا نعم مجرد ما شفنا حالنا عم ينزل وزني انا صح بشكل غير مبرر وتدريجي او احيانا سريع ملحوظ يعني يوم عن يوم علما انه انا اكلي طبيعي اموري طبيعيه ما عندي مشاكل احيانا بعض المشاكل النفسيه بعض الستريس ظروف معينه عم نمرق فيها ممكن احنا ننزل وزني بس لفتره اسبوع اسبوعين بس انا عم بحكي من شغله طالت اسبوعين شهر شهرين عم لاحظ حالي انا عم ينزل وزني عم بصير عندي شعوب عم بصير عندي تعب عم بصير عندي خمول كسل الى اخره من هذه الاعراض
اكيد في مشكله معينه فانا لازم لحلها المشكله. فبلجا بقى بشوف الاسباب او ممكن الطبيب المختص هو بقى يبند لي هيدي الاسباب او يفندها ضمن تحاليل معينه ضمن فحص معين او ممكن يبين مباشره. يعني على سبيل المثال فقر الدم بكل بساطه انا مجرد ما نزلت تحت عيني جفن داخلي بيبين اذا عندي فقر دم ولا لا. شغله كثير بسيطه. شو بيلاحظ؟ طبعا المختص اللونيه اللون شو الفرق؟ اللون بيبقى باهت جدا او ممكن يكون على بياض او على صفار لانه المفروض نحن تحت الجفن هون في شعيرات دمويه كثير بيكون غامق لون الدم الاحمر غامق جدا. لما انا بنزله بكل بساطه يعني بيبين هلا بشوف نعم هلا بنعمل فحص خالص اكيد الاسعار كل حدا فينا بده يعمل بسيطه يعني شغله عمليه ثانيه اثنين بتبين لما يكون كل مكان اللون باهت ما الا البياض. بقول لك انا ماني نايم منيح ما تحت الجفن ما راح السواد ممكن يكون قله نوم او مشاكل ثانيه بس اما فممكن هيك ولا اتاكد اكثر طبعا انا بحلل دم ببين معي بحلل سكر الدم ببين معي او بحلل فقر الدم او شيء معي وقت للسالك اكيد بدنا نحكي على الاستقلاب استقلاب الجسم لانه في كل جسم عنده استقلاب اعلى من الثاني هذا سبب الغده الدرقيه اللي حكينا فيه بالبدايه اي حكينا نحن بكون سبب الغده الدرقيه هي مو من اهم الغدد المهمه جدا كل غدد جسم مهم طبعا انتشار كثير كبير لهذا المرض يعني كسل الغده يا كسره بالنشاط بالضبط فنحن لما يكون عندنا كسل فهذا الشيء بده يؤدي للسمنه قولا واحدا او ما بالضروره اذا بعالجه يعني في كثير ناس عفوا حديث فتح انه انا عندي مشكله بالغده فهذا السبب الوزن الزايد بالذات السيدات بسبب الغده هلا على عيني هي بتسبب هيك بس لما انا عم باخذ العلاج المناسب عم باخذ هذا الهرمون اللي انا عندي كسل فيه بشكل متدمج في الكبسولات يعني هو بيعمل معادله نظم الامور مع العلم انه هذا لازم يتاخذ كل العمر يعني مو لفتره او ممكن لفترات حسب الطبيب اللي بيقرر ولما بدي انتبه على مساله طعامي ولما انتبه على مساله النشاط البدني وممارسه الرياضه بشكل دائم فاكيد انا بتحكم هذا الموضوع مثل كثير كمان حديث بيجيب حديث موضوع كثير عندي سيد بشكل خاص سيدات بيقولوا لي انا عندي وزن عم بتعالج ببعض الهرمونات لمشاكل نسائيه صحيح. معينه ممكن زياده برولاكتين تماما مشاكل نسائيه اما دوره شهريه او منع ممكن اكياس او عدد اي كان السبب هلا اوكي هيدي الادويه اللي معظمها مشتقه من الاستروجين اللي هو الهرمون الانثوي اللي بيسبب احتباس سوائل واملاح وزياده وزن نحن اوكي على عيني ما حكينا شيء بس كمان اهمالك وتناولك الطعام بشكل كتير كبير وبشكل مفرط وما في أي مجهود بدني وما في أي رياضة هذا السبب يمكن الأهم حتى كمان بيكون يعني أنا اللي بدي أوصلكم يا أنه نحن ما أنه أنا عندي مرض معين أي خلص أوكي حتى الحق تماما نعلق كل مشاكلنا وأغلاطنا وتنبلتنا وكسلنتنا على هذا المرض أوكي بدي أحكي لكم على سبب اليوم يمكن حاطه من الأسباب الأخيرة اللي بتسبب النحافة هو عيد الشر عن قلب الجميع والله يشفي الجميع هو مرض الكانسر ومرض السرطان هلا مجرد ما شفنا نحن حالنا بس مو بالضروره رجع حتى بين قوسين مو بالضروره لما بشوف حالي انا عم بينزل وزني بشكل بس هيك بتخوف سريع وملحوظ لا هلا اللي بيشوف حاله ناقص كيلين ثلاثه بيصير يتوسوس شوي تمام او واحد نزل له نص كيلو بيقول لك يمكن لا اكيد لا بس لما بشوف في نزول سريع وملحوظ كيف هذا النزول السريع بخمسة يعني كيلو دغري وما تبعه تماما ممكن انا عم لاقي حالي بنام فيه لاقي حالي عم ينزل وزني بشكل ملحوظ يعني بعيد يعني الشر بعيد الشر عن الجميع بس انا عم بطلع على الشخص عم بلاقيه بشكل ملحوظ عم ينزل وزني بيبين معك من النظر الفرق تماما اي واضح يعني حتى مو من الميزان يعني انه عم ينزل وزنك بالاضافه لاعراض ثانيه ما بالضروره نرجع نحط بين مو قيس قوسين بين 100 قوس ونحط تحت خطوط مو بالضروره انه انا معك ما انا اكون معي مرض سرطان بس احد اعراض البدايه الاعراض ممكن تكون هيدي الموضوع فما نخاف ننتبه مو بالضروره يرجعت حتى للمره الثالثه اكيد بس اما اللي انصابوا بهذا المرض الله يشفيهم ولا يضر حدا ولا يصيب حدا اكيد بس انه صارت انه صابوا بهذا الامراض بغض النظر عن نوعه لهيدا الكانسر بيؤدي طبعا لزياده وزن من عده انواع اول شيء اكيد القلق والخوف من الايام الجايه او التداوي بالادويه الكيميائيه اللي بتسبب كثير من الالم برجع للمره الثانيه بقول الله يشفي الجميع ويخفف عنهم الامهم فهذا الشيء اكيد رح يسبب فقدان شهيه وكمان ما بيعود في رغبه بتناول الطعام فبالتالي مع الوقت بلش ينزل وزننا
نوصل لدرجة النحالة. بس أما أكيد بكل تأكيد بعد ما نصح منه لهذا المرض، لأنه هلأ صار احتمالات الشفاء منه كتير كبيرة، العلم عم بيتطور والطب عم بيتطور، بيرجع الوزن بالتدريج يطلع بهدوء، بترجع الإنسان طبيعي وبيعيش حياته طبيعية بدون أي مشكلة إن شاء الله. نعم، يعني دكتور جورج معلومات كتير فدتنا فيها، معلومات داخل جسم الإنسان، يعني أحيانا كمان أعراض معينة ممكن تصيب الإنسان، نوهت عليها بفقرتنا لليوم. إن شاء الله الصحة تكون تاج على رؤوس جميع العالم إن شاء الله يا رب، وما حدا بيشوف لا مرض ولا تعب. أكيد بدنا نتشكر وجودك معنا والمعلومات يلي قدمت لنا اياها، كل الشكر. اهلا وسهلا. بدنا نشكرك اكيد الدكتور جورج على وجودك معنا، خبير في علم الطاقه البدنيه والتغذيه. شكرا لوجودك معنا، واكيد نتمنى الشفاء لجميع المرضى. أكيد. شكرا كثير.